بصح في شي هذه المنظر هكا ما شاء الله سبحانك يا الله سبحانك يا الله بحال داك الشيء ديال النار شو راجل بحال داك الشيء يا سلام يا سلام منظر ولا في الاحلام خيال علمي خيال علمي هانتوما البنات شوفوا شنو كاين ورايا كوكو صباح الخير صباح النور كي صبحتوا بخير نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده واللي مريض الله يشافيه واللي كيتمنى شي حاجه الله يسهل عليه واللي كيقرا الله ينجحه والله يسهل على كل واحد يا سيدي ربي اليوم صبحنا في ملال هذا اليوم الثالث البارحه البنات ضلينا غير في لابيسين ما خرجناش النهار الاول اللي مشينا النهار الثاني مشينا للسونتار ومشينا للعين اسردون نهار الثالث ما درنا والو بقينا مستريحين في لابيسين عرفتي الجو ما نقولش لكم جو رائع ما تسخيش غير تبقاي في لابيسين وتمشي واليوم ربع ايام البنات احنا غادي نمشيو نشوفو بالويدان خليكم معايا في لافيديو ونتعرفوا على بالويدان ونشوفوا المنطقه وهادشي اللي كاين البنات عرفتي الدراري ما نقولش لكم قتلونا قتلونا بغينا هادي وبغيتها كيشوفو انتوما البنات معايا في لاباس قررت افرح واضحك لو حتى بدون اسباب وهبطل اهزر واتنفس واعيش بحساب مش عايزه I'm
وصلنا للبلويدان، هذا هو الوالد على لي فيير. هيا ها هو الواد يا البنات، الله على منظر طبيعة وجبال والواد. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا البنات، وصلنا للمنظر. الله ما تحبش يا المنظر هكا، ما شاء الله سبحانك يا الله سبحانك. هذاك الشيء ديال الناشيونال جي هذاك الشيء. يا سلام يا سلام، منظر ولا في الاحلام، خيال علمي خيال علمي. هانتوما البنات شوفوا شنو كاين ورايا. يا اختي يا سلام، كيف كتشوفوا البنات؟ هبطنا خدينا لي فوطو وداك الشيء من الفوق ديال الواد، ودابا حنا غاديين نشوفوا العيون، غادي نشدوا العيون ان شاء الله. هانتوما معايا في لا فيديو، نكملوا التور ديالنا. كاين بعيد ومعنا الدراري، وقال لكم تحطوا الطوموبيل هنا بعيده، والدراري ما يقدروش يمشيو هذيك المسافه كبيره، معنا الدراري الصغار ولاد لوسي ما يمكنش، يعني ما كاين ما يدار. البرنامج هو طاجين، شنو نضربوا واحد الطاجين وواحد البراد ديالاتي نرجعوا لابيسين. هادشي اللي بان ليا هادشي فيه تماره بزاف. دابا الوليدات الصغار ما لقينا كنديروا لهم، مازال كون كانوا دي كوبل بحال دابا انا كنت غير انا وراجلي نقدروا نمشيو ونتمرتو ونطلعوا في الباطو، لكن الوليدات الصغار ما تلقى كدير لهم. وهذا الشيء اللي كاين. ودابا حنا المهم طلينا على سد بين الويدان وشفنا المنظر الطبيعي زوين خلاب، داكشي رائع وبلادنا زوينه وهذا الشيء اللي كاين. واختي اللي عندها الدراري الصغار كيبغي يستاهل
ايه في بين الويدان هذا هو الواد. وحنا غادي نمشيو نضربو دابا الطاجين. ايوا اللي هادشي اللي عند الولاد هو هذا. ملي ما عندوش الويضه كاين بلاصه ديال الباته، كاين يعني مغامرات تقدر تغامر هنا زوينين. ايوا دابا غادي نمشيو ناكلو الطاجين هنايا مقهى لوبرج. ايوا هادشي اللي كاين، نتغداو بعدا ونشربو كاس ديال اتاي ونرجعو اختي لاقص. تكرميلة تكرميلة ديال بالصحة والصحة الصحة بالصحة. عندك ابو محمد شانطي ايش شوف هاد الجبل اللي هنايا. واه يا سلام كاين البشر. وانا كيف كتشوفوا الاخوات، من بعد ما رجعنا لابيسين دريت بردو من هذاك الصهد ديال الطريق ودرنا اتاي هكا مع بعضياتنا شتينا الطريق صافي الرجوع الى كازا. بيانفوني ا كازا يادي خوتي. حنا ولفنا كازا ولفنا الرطوبه اللي فيها ولفنا التبريده اللي فيها. صراحه كازا زوينه الله يخطي علينا. الصهد ما كاينش يعني ما كاينش ديك الدرجه ديال ديك الحراره اللي لقينا. وهنا الدراري ديناهم ماكدو كلاو شويه وهادشي اللي كاين اخوتي. الى فيديو قادم، مع السلامه.